هل هذا الحديث ضعيف أم لا؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. تقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؟ هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيه بعض الحفاظ، لكن معناه صحيح. فإن الإنسان إذا صار يعتاد المسجد عن إخلاص وصدق نية فهذا دليل على إيمانه، والناس لم يكن لهم إلا الظاهر، فإن ما في القلوب لا يعلمها إلا الله. ويدل لصحة المعنى قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقول إنما يعمر مساجد الله ليس المراد عمارتها بالطين أو باللبن أو بالطوب أو الإسمنت المسلح، إنما عمارتها الحقيقية بطاعة الله، بإقامة الصلاة فيها وذكر الله وتلاوة القرآن وأداء النوافل وكثرة العبادة فيها، هذه عمارة المساجد. فقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أن يتردد إليه لأداء الصلوات ليلا ونهارا في حر وبرد وفي كل وقت، فهذا دليل على إيمانه لما وقر في قلبه من تعظيم الله وتعظيم أوامره ومبادرته للصلاة، يدل على إيمانه، والله أعلم.